السؤال الثاني اللي من الأسئلة اللي جت على صفحتنا، الصفحة الرسمية للبرنامج، هل كان يعلم سيدنا الخضر عليه السلام بحقيقة سيدنا موسى إنه هو نبي مرسل؟ هو ورد ذكر قصة نبي الله تعالى سيدنا موسى الكليم عليه الصلاة والسلام مع سيدنا الخضر في سورة الكهف، زي ما كلنا عارفين بنقرأ الكهف كل يوم جمعة وبنشوف القصة العظيمة التي وردت فيها، غير أن هذه الآيات الكريمات لم توضح على جهة اليقين جوابا عن هذا السؤال، إنما وضحت مغزى القصة وهي بيان مقام سيدنا الخضر وعليه السلام وفضل سيدنا موسى عليه السلام وما في هذه القصة من العبر والفوائد اللي ممكن نتعلمها في أدب طلب العلم والتواضع من أجل ذلك، لكنها أشارت إلى كون سيدنا الخضر عليه السلام، القصة يعني في سورة الكهف أشارت إلى أن سيدنا الخضر عليه السلام صاحب علم لدني من الله تعالى، وذلك كما في قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ صدق الله العظيم. لكن السنة النبوية أجابت على هذا السؤال المرسل اللي هو: هل سيدنا الخضر كان يعلم أن سيدنا موسى نبي مرسل؟ نعم، أجابت السنة كما في صحيح الإمام البخاري في الحديث الطويل في شأن قصة سيدنا موسى عليه السلام مع سيدنا الخضر عليهما السلام، وهو مروي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل، سألوه: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه سبحانه وتعالى، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك يا موسى، إلى أن قال: فلما انتهي إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوب مغطي نفسه بالثوب بتاعه، فسلم موسى عليه، فقال الخضر: وأن بأرضك السلام، أي كيف تسلم وأنت في أرض لا يعرف فيها السلام؟ فقال: أنا موسى. فقال الخضر: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. إلى آخر الحديث الطويل. فأفاد سؤال الخضر سيدنا موسى عليه السلام بقوله: موسى بني إسرائيل، أي الذي بعث لبني إسرائيل، فعلم الخضر بأنه هو المرسل لبني إسرائيل، فده أنه بكونه نبي مرسل بعثه الله تعالى إلى بني إسرائيل يفيد بأنه يعلم ذلك أو كان يعرف ذلك الخضر عليه السلام، وعلى سيدنا موسى السلام، وعلى سيدنا ومولانا محمد، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام.